عندنا قائمة دولية، تمام. القائمة الدولية خلاص آخر ميعاد ليها 25/9. نتمنى التوفيق لكل الناس اللي هتترشح. هعلق على حاجة صغيرة، يا رب صوتي بس يوصل للناس المسؤولة. احنا عندنا حكمين خماسي، عندنا في طارق سامي، عندنا في محمد حسن. محمد حسن ده اعتقد لعب كاس عالم نهائي مرتين، اتصنف كأحسن حكم في حكام الكرة الخماسية او كرة الصالات مرتين، داخل من ضمن احسن 5 حكام ومن ضمن احسن 10 حكام. طارق راح كاس العالم اللي فات، ولكن حظهم السيء ان عمرهم او سنهم في التحكيم ينتهي، ولكن من حقهم ان هو يتمدلهم للتحكيم الدولي. الناس دي عندها فرصة كبيرة جدا ان هي تروح كاس العالم عن افريقيا اللي جاية اللي هي في 24. ليه ان احنا ما ندعمهمش؟ ليه ان احنا ما نقفش جنبهم؟ ليه ان احنا ما نسيبهمش في القايمة؟ تمام. خاصة ان احنا هنكافئهم على كل اللي عملوه لنا الفترة اللي فاتت. تمام، حكام كويسين مؤدبة ضحوا بالكرة الكبيرة، هم ما بيلعبوش كرة كبيرة دلوقتي خالص، وكل شغلهم في الخماسي. اعتقد ان الاستفادة مش ليهم بس. هل ممكن نمد الكابتن محمود عاشور؟ لو الاتحاد المصري عايز يمد، اه طبعا يمد، لجنه الحكام تمام محتاجاه تمام عشان انت قلت ان وصل للسن القانونيه يعني. اه، ولكن انا مركز على دول لان احنا عندنا كاس عالم بعد سنتين. صحيح. هنخسر ان احنا بعد سنتين يكون عندنا حكمين زي دول موجودين في كاس العالم، وخاصه ان هم حكام فنيا واخلاقيا واجتماعيا حكام على اعلى مستوى. كلاتنبرج بيعتمد على حكام الاجانب في السعوديه بصوره كبيره جدا، هل تتوقع الحكام الاجانب هيكتروا في الدوري المصري؟ هو زي الموسم ده هم هيبقوا 3 ماتشات تقريبا. اه هم برضو بيراميدز والاهلي والزمالك، ما اعتقدش ان احنا هنزود عن الماتشات دي، لان ما حدش عنده القدره ان يدفع المبالغ اللي احنا فيها دي دلوقتي، وكفايه اللي هو بياخده كلاتنبرج. بمناسبه الفلوس، حكامنا ما خدوش مستحقاتهم من شهر 3 اللي فات. شهر 3 اللي فات تمام، من اتحاد الكوره. اه هو المسؤول اتحاد الكوره ولا رابطه الانديه؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره تمام. اتمنى ان هم ياخدوا كافه مستحقاتهم. اتمنى يا كابتن خالد ان الكشف الطبي يتم لكل حكام مصر درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه ودوليين في احسن وارقى الاماكن الطبيه. ما ينفعش باي حال من الاحوال الحكم الدرجه الاولى بتاعنا او الحكم الدرجه الثانيه او الحكم الدرجه الثالثه يروح يكشف في مكان غير مؤهل بالمره ان هو يكشف فيه. اخر اقتراح هقوله يا كابتن خالد وهقفل معاك وهمشي، احنا دايما عندنا مشكله في المراجعه الميدانيه اللي بتتم في الملعب، ودايما بيحصل مشاكل مع الاجهزه الفنيه. اقتراح معرفش تكنيكيا او فنيا ينفع ولا لا، ايه اللي يحصل لو نخلي منطقه المراجعه في الناحيه البعيده عن الاجهزه الفنيه؟ صحيح. بدل الناحيه الثانيه، الناحيه الدرجه الاولى تتحط الناحيه الدرجه الثالثه او تتحط ورا الاجوان، بحيث ان هي تبقى بعيده عن الاجهزه الفنيه ونقلل الاحتكاكات بشكل اكبر.